اللي كان في بداية الدرس أرادت سلمى تغطية غرفة مستطيلة الشكل. إحنا نعرف إنه المستطيل مساحته هو عبارة عن الطول في العرض، صح ولا لا؟ فهو بيقول لي قاعد إنه طول الغرفة، أيوة، مساحتها، معطيني المساحة إنها 3 سين، هاي إيش تربيولة تكعيب، أنا راح أعتبر إنها تكعيب، 3 سين تكعيب ناقص 3، ماشي؟ 3 سين تكعيب ناقص 3، هذه المساحة، عرضها سين ناقص 1، بنو طلع كم طولها؟ طيب ما هو الطول هو عبارة، يعني المساحة هي عبارة عن الطول ضرب العرض، مظبوط ولا لا؟ احنا بنعرف انه قانون مساحة المستطيل الطول ضرب العرض. طب المساحة معطيني اياها انها 3 س تكعيب ناقص 3 تساوي الطول اللي انا مش عارفه ضرب العرض اللي هو س ناقص 1. طب حتى طلع الطول زي ما اخذنا بالرياضيات لما كنا نحل دائما طول عمرنا، مثلا 14 يساوي 5 س، كيف بنحل هاي المعادلة؟ كنا نقسم على 5 الطرف اليسار و5 على الطرف اليمين، ساعتها بنقول س تساوي 14 على 5. نفس المبدأ راح اشتغل عليه في هذا السؤال، فأنا حتى أطلع الطول بدي أقسم الطرفين على س ناقص 1، بس طبعا لازم أحط شرط إنه س لا تساوي 1، لأنه إذا س تساوي 1 بصير المقام صفر وهذا لا يجوز. إذا الآن بدي أقسم اللي هو 3 س تكعيب ناقص 3 على س ناقص 1، إذا أنا بحاجة للقسمة الطويلة، راح أعمل 3 س تكعيب، راح أترك فراغ للسين تربيع، بعدين راح أترك فراغ للسين، بعدين أكتب ناقص 3. شوف لأنه س تكعيب في لازم يكون في س تربيع وس، طب س تربيع وينها؟ معاملها صفر، السين وينها؟ معاملها صفر، تقسيم س ناقص 1. يلا نعمل القسمة الطويلة على السريع، نشوف نغير اللون، 3 س تكعيب تقسيم س بيطلع 3 س تربيع، بنضرب بيطلع لنا 3 س تربيع ناقص 3 س تربيع، عفوا التكعيب هاي اسف، 3 س تربيع في س 3 س تكعيب، 3 س في ناقص 1 بيطلع 3 ناقص 3 س تربيع، ممتاز. وكيف بينت السين تربيع؟ الفراغ تركته هذا للسين تربيع كان محجوز يعني، نغير الاشارات ونجمع، هذا راح تصير صفر، هون راح تطلع لنا 3 س تربيع، نزل فراغ تاعت السين اللي انا مش شايفه ناقص 3، هيك صارت موجوده، هي نزلت وهي نزلت. يلا رد نعيد القسمه، 3 س تربيع تقسيم س بيطلع زائد 3 س، يلا رد اضرب، 3 س تربيع زائد او بصير ناقص اسف، لانه موجب في سالب بيطلع سالب، و3 س في سالب 1 بيطلع سالب 3 س، شو كيف برضه هنا كويس اني حجزت مكان، يلا ناقص هاي زائد هاي صفر، إذا بيطلع عندنا 3 س ناقص 3. الآن نقسم 3 س ناقص 3، عفوا 3 س تقسيم س بيطلع زائد 3، يلا بنضرب بيطلع عندنا 3 س ناقص 3، يلا نطرح بيطلع عندنا صفر الباقي. إذا الطول هو عبارة عن 3 س تربيع زائد 3 س زائد 3. بلغة ثانية 3 س تكعيب اللي هو المقسوم ناقص 3 هي عبارة عن خارج القسمة اللي هي 3 س تربيع زائد 3 س زائد 3 مضروبة في المقسوم عليه زائد الباقي اللي هو صفر. وهذا بنسميه التحليل للعوامل، يعني حللت ال 3 س تكعيب ناقص 3 إلى عواملها، يعني هي عبارة عن حاصل ضرب القوسين هذول، لو ضربنا هذول القوسين فكينا الأقواس هيطلع هذا المقدار 100%، تأكدوا منها.